كان في محافظه الجيزه، وتحديدا الناس قبل ما يروحوا من خلال مؤسسة النائب محمد أبو العنين، الدور السياسي، الدور التنوير، دور التسقيف، الدور المهم لهذه المؤسسة، طبعا مواطنين اللي هم بيتم أيضا اللجان المختلفة. تعالوا نتابع ماذا قالوا قبل أن يتوجهوا ويروحوا للجان، عشان لما نلاقي النهاردة في ناس مش كمال دول لسه هيروح اللجنة، لكن دخول اللجنة كله بالكمامات، تلاقي واحد كذا مش كمال، لا ده لسه في المقر اللي هي تجهيزا للنقل الى اللجان ودخول لجان. محدش بيدخل لجنه من غير كمامه، تاني بقول مفيش حد بيدخل لجنه من غير كمامه، ولكن زي ما حضرتك شايف كده كمامات الاعداد اللي موجوده في مجموعات اخرى في اماكن اخرى ايضا، ولكن اعداد اخرى اللي احنا عرضنا مساء كان قبل الساعه تقريبا بعد الساعه 7 قبل التاسعة اللي كانوا موجودين، وكله ارتداء الكمامات ولبس الكمامات قبل التوجه إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم من خلال مؤسسة النائب محمد أبو العنين، وبتؤدي دورا كبيرا في كل محافظة الجيزة وليس في دائرة قسم الجيزة، لا كل المحافظة شغل وغرفة عمليات موجودة اللي بتتابع أيضا موجودة في المقر فرح بوت ايضا، وعدد من الساده النواب حزب مستقبل وطن ومنهم النائب علاء عابد اللي هم بيتابعوا من خلال هذه الغرفه غرفه العمليات، جهد كبير بيقوم به ايضا فريق العمل الموجود مع النائب محمد ابو العنين اللي هم قائمين على التنظيم على عمليه النقل على تسهيل انتقال الناخبين الى المقر الانتخابيه في اي مكان، بالمناسبه مش في دائره الجيزه، في اي حته في الجيزه بيتولوا ايضا نقلهم والتسهيل عليهم، وده دور بتقوم به مؤسسه النائب محمد ابو العنين. تعالوا نتابع جانب من اراء الناخبين قبل التوجه الى الصناديق. بيقول ان الحاج محمد ابو العنين واقف مع حزب مستقبل الوطن بقوته وبرجالته، وانت شايف دلوقتي زي ما انت شايف رجاله محمد ابو العنين واقفه بمستقبل الوطن والمرشحين حزب مستقبل الوطن، وواقف بقوته وبرجالته، وعاوزين مستقبل الوطن ان شاء الله يعدي المرحله دي بنجاح. والحاج محمد ابو العنين النهارده رجالته منتشره على جميع محافظه الجيزه تما، مش المنيب بس، المحافظه تما منتشره رجالته بافراده بمحبينه. وانتوا عارفين ان الحاج محمد ابو العنين راجل محبوب وراجل خير على مستوى جمهوريه مصر العربيه كلها، والجمعيه بتاعته شغاله شغل من النار، ورجالته في كل مكان في اسم الجيزه والمحافظه والعبرانيه والطلبيه والهرم والحوانديه والصف والعجوزه وكل المناطق. طبعا زي ما انت شايف كده كل الناس دي واقفه عشان خاطر رجل الاعمال محمد ابو العنين، لانه هو مقدم الخير لأهل الدايرة وبالتوفيق لكل الناس، وتحيا مصر، تحيا مصر. واحنا لازمين نعمل دورنا عشان نحس بوطننا وبلدنا ونحترم بلدنا ومستقبل بلدنا في عينينا، ونشيل بلدنا فوق دماغنا وحبايبنا، وأي واحد يحب البلد دي احنا هنحبه، أي واحد هيحب البلد دي حبيبنا ويحبوه زي ما بيحبنا، وربنا يحفظ البلد دي من الفتن ويحفظها من الحدا الوحش. اما بسم الله ما شاء الله، يعني الله يبارك لنا في رئيسنا عبد الفتاح السيسي لانه رئيس حكيم، بسم الله ما شاء الله حكيم، وعاوز يعمل لنا ايه؟ نخبه مع بعضينا، نبقى يد واحده وراجل واحد، قلبنا كله وراجل واحد مع بعضينا. مصر دلوقتي دخلت هتبقى في مصاف الدول العظمى، مجلس شيوخ، مجلس نواب، واخد حضرتك؟ طبعا حزب مستقبل الوطن حزب كبير وحزب ليه وضعه وحزب ليه اسمه، وحزب بيدعم الشارع وبيدعم الفقير وبيدعم الغني، والحاج محمد ابو العينين من الكوادر الكبيره في الحزب ومن الداعمين الاقوياء للدوله وللسيد رئيس الجمهوريه ولمجلس الشورى واللي هو مجلس الشيوخ والمجلس النواب. الحاج محمد ابو العنين بصراحه عامل هنا عامل طفره رهيبه، طفره رهيبه رهيبه. يعني الحاج محمد ابو العنين اثناء ازمه كورونا كانت رجالته شغاله، كانوا يعني جنود يعني ايه بيضحوا بانفسهم من اجل المواطن الفقير. كنا طبقه واحده مع بعضينا، كنا يعني عصبه واحده، واحنا الريس ده هو اللي شق ورانا الامن والامان، والحد ابو العنين ندعم البلد كلهم، دعم منطقته كلها. وحضرتك احنا هنا نازلين ننتخب عشان كلنا طبعا محمد ابو العنين. هو حضرتك ساعه برضك ازمه الكورونا نزل وقف معانا برضك، دخل عندنا جوه منطقه العزبه ورش منطقه العزبه، وهنا برضك في شارع المذبح
ورجالته كانت واقفه بره وفضل معانا وما سبناش، وفي اي ازمه برضك ما بيسيبناش الصراحه محمد ابو العينين. احنا كشباب احنا بنبص لاجيالنا اللي جايه واطفالنا اللي جايه، ويا رب احنا بنامل خير ان شاء الله في الفريق العمل اللي قايم حاليا دلوقتي، وربنا هو الموفق ان شاء الله بامر الله. اوصل للسيسي ان احنا فرحانين بيه ومبسوطين بيه باللي بيعمله، واقفين بقلبنا معاه وكلنا ايد واحده، ومبسوطين من الحاج محمد ابو العينين واقف مع الناس كلها.